رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونستكمل فقرات وآخر فقرة من برنامج عيادة الصحة. في الحقيقة احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم الأمهات كلها، وهو التعامل مع الأطفال أو حديثي الولادة بالأخص. أكيد بيقابلهم مشاكل كتير جدا. النهاردة هنعرف إيه هي المشاكل اللي ممكن تقابل أي أم مع الطفل أو حديث الولادة، وإزاي تتعامل مع تلك المشاكل. ولكن اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة اللي منوراني في الاستوديو، دكتورة نجلاء موسى، دكتوراه واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بيك وأهلا بقناة الصحة والجمال وكل مشاهدين. أهلا بحضرتك ومنورانا دايما. مرسي. دكتور نجلاء، يعني بالنسبة للطفل او حديث الولاده، خلينا نقول يعني نحدد شويه ونقول حديث الولاده من اصعب الحاجات اللي ممكن تتعامل الام معاها، لان اللي هو قادر يوصف الحاجه اللي عنده، وممكن الام لو ما عندهاش الخبره الكافيه فيبقى الموضوع صعب بالنسبه لها. فاحنا عايزين نعرف ايه هي المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل الامهات مع الاطفال حديثي الولاده. هو الحقيقه طبعا زي ما انت قلت، يعني طفل حديث الولاده هو طفل صعب جدا، وزي ما انت بتقول هو حتى مش قادر ينطق بأي كلمة. الأم لو كمان لسه أول مرة بتخلف بتبقى حاسة إن هي في مأزق جامد جدا، ومحتاجة دايما حد يساعدها ويكون جنبها. تمام. إنما النهاردة أنا يعني هحاول أبسط للأمهات إزاي تتعاملي مع طفلك ببساطة جدا، وإن شاء الله هي مرحلة وهتعدي وهتستريحي بعد كده. تمام. أول مشكلة بتواجهنا في حديث الولادة هي إن الطفل ما بيرضعش. نعم. وبتبقى اكتر طبعا مع الام اللي لسه اول مره، اللي مش عارفه ترضع طفلها وازاي تشيله وازاي تتعامل معاه. تمام. هو الموضوع بسيط جدا، وهي فطره ربنا خلقنا عليها وخلق كل الامهات انها ترضع طفلها. وانا بقول لكل الامهات حاولي ان انت تصبري، ولما تصبري وتحاولي كذا مره هو الطفل هيرضع، لان هو ربنا خلقه ان هو لازم يرضع. بس دي تبقى مشكله دكتور بتواجه الاطفال كلهم لما بتولدوا، انه بيكون عندهم معظمهم. تمام. المعظم، وبالذات الام اللي هي لسه والده جديد. نعم. فطبعا الفتره الاولانيه بينزل في اول يومين لبن السرسوب، وهو لبن مليان بالمضادات الحيويه المهمه جدا للطفل، وبيزود المناعه وبيكبر الطفل وبيحسن الاداء بتاعه والجهاز. نعم. الهضمي. فهي الام لازم تديله لبن السرسوب ده. لازم الأم تصبر، لازم تعرف إزاي تسكت طفلها قبل ما تبدأ تديله ثدييها وترضعه، ولازم تشيله في وضع صحيح، ما تبقاش نايمة، ما يبقاش هو معوج ولا رقبته معوجة. نعم. وإحنا بنوجه الأمهات ومع التمريض إزاي تمسك الطفل وإزاي ترضعي. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا مش عايزة الأم تستسهل باللبن الصناعي. تمام. لأن هو بيبقى طبعا الببرونة سهل على الطفل جدا، وبيقوم واخدها بسرعة وشاربها بسرعة، وهي بتبقى مبسوطة إن أخد الكمية. انما انا عايزه اقول للام حاجه، اللبن الطبيعي او اللي ربنا اداهولك ده مليان مضادات حيويه. تمام. ودايما بقول لها لبنك هو المضاد الحيوي، انت طول ما انت بترضعي انا مش هشوفك في العياده عندي. تمام. اي دور برد هيجي له، اي مغص، اي ده، هو لبن الام هيعالجه. يعني نقدر نقول ان اللبن الصناعي ان الطفل هياخد كفايته كشبع، ولكن ما استفادش معرض حاجة. للامراض. نعم. اكتر. نعم. معرض للمغص، معرض للاسهال، ومعرض للنزلات المعويه، لان طبعا بنجيب ميه مش عارفين جبناها منين، ببرونه ممكن ما تبقاش اتغلت كويس، مش نظيفه. انما لبن الام الانظف والانقى والمناسب لدرجه حراره الطفل. تمام. وسهل التحضير، يعني هي مش بتحتاج حاجه غير انها بتديهوله على طول. نعم. انما هي لازم تحاول وتجتهد في ان هي لازم ترضع طفل، وما تلجاش للبن الصناعي بسرعه. طيب لو الطفل هو رافض، يعني الطفل نازل رافض خالص ان هو يرضع من الام، ايه اللي هي المفروض تعمله؟ هو الحقيقه طبعا هي في حاجات بنلجا للبن الصناعي برضك، احنا مش هنلغي اللبن الصناعي. تمام. زي مثلا الام اللي معاها توام ثنائي او ثلاثي دي، فلازم هتساعد بلبن صناعي. الام لو عندها امراض زي مثلا لا قدر الله عندها كانسر او عندها اي مرض معدي او كده، فبتساعد باللبن الصناعي. الام. تمام. لو ضعيفه وعندها مشاكل صحيه بنساعد باللبن الصناعي، ولكن في الوقت اللي احنا نقدر ندي فيه لبن طبيعي يبقى اذا هو ده طبعًا يكون الاختيار. طبعا هو الاختيار الامثل والانسب طبعا. تمام. تمام. طيب دكتور نجلاء، من ضمن الحاجات بقى مشكله النوم عند الاطفال، يعني بنلاقي ان الطفل في الطبيعي بتاعه اصلا كجسمانيا بينام مده اطول من مرحله المراهقه ومن مرحله الشباب. تمام. ولكن في اطفال بقى بيزودوا يعني موضوع النوم قوي، يعني بيبقى هو حديث زيادة الولاده. نعم. يعني هو يعني ايه الطفل حديث الولاده الاول؟ هو الطفل. نعم. اللي عنده 28 يوم لغايه 28 يوم، بعد كده هو طفل بقى كبر شويه، مش اسمه حديث الولاده. يعني حديث الولاده دي مش 28 يوم. افضل ادخله الحضانه لا قدر الله لغايه 28 يوم، بعد 28 يوم لا، ده ما يخشش حضانه. تمام.
فده بالنسبه لحديث الولد. في الايام الاولانيه الطفل ممكن ينام لغايه 20 ساعه، من 16 ل 20 ساعه نوم، يعني بيصحى من 4 ل 5 6 ساعات. تمام. فانا مش عايزه الام تبقى قلقانه، دي يعني دايما ده الام ده شيء طبيعي. شيء طبيعي انه ينام، وهو نايم الجروس هرمون او هرمون النمو بيشتغل في الطفل وبيكبر. تمام. فالنوم كويس وبيكبر. اهم حاجه بقى ان هو لما يصحى يرضع كويس ويبقى شبعان ويلعب شويه كده وينام تاني. تمام. طول ما هو نايم هو كويس. حتى الام تيجي تقول لي اصحيه عشان ارضعه، اقول لها لا، هو اول ما هيجوع هيصحى وانت ترضعي على طول. يعني فترات النوم الطويله دي اللي هي تعتبر لا، مش مشكله. ما فيش فيها مشاكل في طالما ان الطفل بيقوم ويلعب وبنروح نوزنه نلاقيه بيزيد في الوزن والامور ماشيه كويسه، انا مش قلقانه منها. تمام. طب ايه هي العلامات بقى اللي المفروض الام تتابعها بمجرد الولاده عشان تتاكد ان الطفل دوت سليم ما فيهوش اي مشاكل صحيه؟ هو طبعا اول ما الطفل بيتولد لازم دكتور الاطفال بيقيس محيط الراس. تمام. بيقيس محيط البطن علشان الرضاعه، بنقيس وزن الطفل، بنقيس طول الطفل. دي طبعا مقاييس مهمه جدا بالنسبه لنا عشان تمام. نشوف حتى الامراض الوراثيه، بعض العيوب الخلقيه. فلازم بناخد المقاسات كلها للطفل، لازم دكتور الاطفال بيبقى واخدها وبنبقى حاطينها على كيرفات معينه عندنا منحنيات، وبنلاقي ان الطفل كل ما الام بتيجي بتطعم الطفل او حاجه، حتى كراسه التامين اللي بتقدمها وزاره الصحه للطفل بيبقى فيها منحنيات النمو، والاطباء بيمشوا ويشوفوا الطفل ماشي مع منحنى النمو تمام، خلاص انا مش قلقانه على الطفل. اذا ده بتعرف منه انا دلوقتي عنده النمو طبيعي ولا في اي مشاكل تمام. صحيه؟ تمام. طيب المشاكل الصحيه بقى هي ممكن تعرفها ازاي؟ يعني ايه العلامه اللي ممكن تظهر على الطفل فالام تقلق فلازم تكلم او تتوجه لطبيب الاطفال؟ هو طبعا في مشاكل وفي علامات حمراء زي ما بنقول، ولازم تتوجهي لطبيب الاطفال. اول حاجه ان الطفل مش راضي يرجع يرضع خالص. تمام. منها حاولت حتى باللبن الصناعي مش راضي، بيرجع او كل ما تديله الرضع يرجعها كلها، مش يرجع اللي هو كميه بسيطه، يعني ساعات الطفل يشبع اللي هنقول عليها القشط بالبلد. هو قشط شوي، لا. ودي بنشوفها دايما في الاطفال يعني في معظم الاحيان. انما لو الطفل بيرجع كل الرضع كل ما ترضعه ويبقى بيدفق الرضع زي ما بنقول، لا لازم دكتور اطفال يشوف. لو الطفل بردك مش يعني ما بيعملش براز خالص. تمام. اول 48 ساعه ما شافتش في الحفاض بتاعه براز، طبعا لازم تتوجه لطبيب الاطفال. لو الطفل بردك اول 24 ساعه ما جابش بول، لازم تتوجه لطبيب الاطفال. لو الطفل بطنه بتنتفخ زياده عن اللزوم ومش بعد الرضاعه حتى، لا ده قبل الرضاعه بعد الرضاعه بتلاقي ان بطنه بتزيد، بتتوجه لطبيب الاطفال. لو الطفل بيصرخ بصوت عالي مش طبيعي وبيهز براسه او كده، يعني اللي هو الطفل اللي هو مش متزن. نعم. ده لازم دكتور الاطفال يشوفه. تمام. يعني هي في علامات طبعا، في بعض الحاجات بتظهر على الاطفال زي البقع الحمراء والحاجات دي على جسمه. تمام. بس في حاجات منها بردك بتبقى طبيعيه، ودي هنتكلم عنها من المشاكل اللي بتقابلها. تمام. طيب دكتور نجلاء، بالنسبه للاطفال البكاء اللي عندهم، يعني حضرتك قلتي الصريخ اللي بشكل غير طبيعي ده اللي بيؤشر او بيؤدي الى مشكله او بيبقى عارفين ان هو مؤشر لمشكله ما. البكاء الطبيعي اللي عند الاطفال بس المستمر، هل ده بيدل على شيء؟ هو الطبيعي ان الطفل بيبكي لان هو مش بيتكلم. تمام. احنا الكبار لما بنبقى تعبانين او عايزين نقول اي حاجه او كده بنتكلم، هو ما بيتكلمش فبيعبر عنه عن البكاء. بس البكاء لاي مدى؟ يعني هل البكاء ده مستمر 24 ساعه بيعيط، 24 ساعة بيرفص، ولا في فترات بينام فيها وبيرضع وينام وبيبقى مستريح؟ وزي ما قلنا عدد ساعات النوم اللي هو ممكن ينام 20 ساعة، يعني لما تيجي تقول لي ده طول النهار بيعيط، طب بينام كام ساعة؟ بتقول لي ده 20 ساعة ولا حاجة. لا فهو مفيش طول النهار ولا حاجة. لا ده هو ما بيصحى بيعيط يرضع ينام خلاص أنا مطمن. ده الطبيعي. تمام. إنما العياط المستمر، ما فيش زيادة في الوزن، الطفل عنده إمساك، ما بيعملش خالص، الحاجات دي بتخلي لازم طبيب الأطفال يفكر بصورة تانية إن في مشكلة في الطفل. تمام. طيب خلينا بقى يا دكتور نبدأ نناقش المشاكل اللي إحنا اتكلمنا عنها، فنبدأ بمشكلة الترجيع مثلا. مشكلة الترجيع بقى دي يعني مهمة جدا. ليه؟ لأن الأم فاكرة إن طفلها ده كل شوية بيرجع، ده أنا كل ما برضعه بيرجع. تمام. لا، هو بيرجع ممكن تكوني رضعتي كمية زيادة. نعم. فقشط شوي خلاص دي عادي. ممكن تكوني رضعتي رضعتين ورا بعض ما عملتيش مسافة بينهم، فيعني المفروض احنا مثلا نقول كل 3 ساعات او كل ساعتين، لا هي كل ساعة كل شوية عمالة تدي مش منظمة الرضاعة. بس هل الطفل ما بيكونش عنده المؤشر اللي هو انا لو هو شبعان ان هو ما يرضعش تاني مثلا؟ لا انا هقول لك حاجة، هو بالنسبة لصدر الام الطفل بيحب ياخده حتى لو شبعان. حتى لو شبعان. ليه بقى؟ لان هو بيعمل له نوع من انواع الراحه النفسيه. تمام. فهي حتى تقول لي ده عنده مغص ومصمم يرضع. ما هو لما بيتحط على صدرك بيرتاح نفسيا،
فالمغص بيقل، الالام بتقل. يعني انا عايزه اقول لك سبحان الله، الرضاعه الطبيعيه بتقلل الالم عند الطفل. تمام. الرضاعه الطبيعيه بتحسن مستوى الاكسجين عند الطفل. نعم. يعني انا عايزه اقول لك ان احنا في وسط الحضانه لما بيكون طفل محطوط على جهاز التنفس او حاجه، ساعات بنجيب الامهات ونحط الطفل على صدر مامته عشان مستوى الاكسجين يرتفع في الدم. يالا فعلا؟ يالا. تمام. وممكن افصل الطفل من على جهاز التنفس الصناعي باللي هي اسمها الكنجارو، يعني عارف حيوان الكنجارو اللي بيبقى لازق الطفل في مامته ده؟ على طول. هي بتبقى كده، دي اسمها الكنجارو، وبنحط الطفل على صدر مامته من غير ما يرضى، ونقدر ان احنا نفصل الطفل من على جهاز التنفس. تمام تمام. طيب يعني حاجه غريبه جدا ان يعني بالظبط اللي هو انا بقول لك صدر الام ولبن الام دي حاجه سبحان الله ما فيش زيها. نعم. بجد يعني نعم. انا بنصح كل الامهات اوعي اوعي تلجئي للبن الصناعي بسرعه، اوعي. تمام. طول ما فيش اي مشاكل تستدعي كده حطيه على صدرك دايما، وحتى لو بيعيط حطيه على صدرك. انما بقى لو ترجيع بيدفق جامد، الطفل مش بيزيد في الوزن. تمام. لا في مشكله بقى لازم نشوفها. طيب انا استاذن حضرتك ناخد اتصال من ام شروق. الو السلام عليكم. الو ام شروق اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره، ما عندي الدكتور الاول. اتفضلي. الايه صوت؟ انا عندي بنتي عمرها 4 شهور. تمام. بسبب انتفاخ في بطنها، اعمل لها ايه؟ انا دلوقتي اتصرف ازاي؟ انت بدأتي تأكلي؟ ايوه، باكلها زبادي، بسكوت، حاجه قليله كده. البسكوت ده بتشتريه جاهز وتأكليه لها مش كده؟ تحطيه في قلب الزبادي. ايه فندم؟ يعني البسكوت ده بتشتريه جاهز ولا انت اللي بتعمليه بايدك؟ لا كله جاهز. لا انا ما بعملش حاجه صراحه. وبتاكليها ايه كمان يا ام مشروق؟ لحد كده بس، يعني هي لسه عمرها 4 شهور، يعني يا دوبك. طيب تمام، مش انا هرد عليك. بنشكر اتصالك جدا يا ام مشروق، الدكتور هتجاوب حضرتك حالا. طيب يعني هو في امهات بتستعجل الحقيقه في الاكل كده، وبنبدا نشتري حاجات من بره وناكلها للطفل، واحنا مش بنبقى عارفين هي اتعملت ازاي. صحيح. فحتى البسكوت اللي انت بتشتريه من بره انا ما انصحكيش بيه. يعني هي معده الطفل ما تستحملش؟ طبعا طبعا ما تستحملش. يعني انت لو هتجيبي اكل مخصص للطفل زي مثلا السيريالز او الحبوب اللي بتتباع في الصيدليه، ومش هقول اسماء يعني تجاريه، انما دي ماشي مخصصه للطفل. انما اي بسكوت من بره وحطيتي شويه زبادي شويه شاي، وانت زي ما انت بتقولي بتشتري من بره حتى الزبادي او الحاجات دي، لا ممنوع. ده كله ممكن يضر الطفل. وهو الزبادي مش مفضل. يعني انت لو بترضعي طبيعي او صناعي، لا بلبن الطفل مش اللبن الزبادي. الزبادي عند السنه ان شاء الله نبدا الزبادي. تمام. يعني هي اذا يبقى هي في غلطات بتعملها في اكل الطفل. نعم. هو اللي مخلي فيه انتفاخ على طول. يبقى تمام. انا انصحها انها ترضع طبيعي، او نعم. لو بتدي لبن صناعي مخصص للطفل، والاكل تعمله بايدها. اذا هي لو وقفت الحاجات اللي بتعملها دي ممكن الانتفاخ ده يزول. يعني لازم تجيب السيريالز او الحبوب المخصصه لعمر الطفل اللي بتتباع في الصيدليه، في وجبات مخصصه لعمر الطفل لو هي مش قادره تعمل. تمام. انما لو قادره تعملي طبعا يستحسن. تعرفي تعملي بطاطس مسلوقه وتديها له، رز طيب. مسلوق كده. استاذه حضرتك ناخد اتصال من استاذه ابتسام. وعليكم السلام، اتفضلي يا استاذه ابتسام. عايزه اكلم الدكتوره نجلاء، ممكن؟ دكتوره سامع حضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي، اتفضلي. مع حضرتك اتفضلي يا فندم. اتكلم دكتوره نجلاء، ممكن؟ دكتور نجلاء سامع حضرتك، اتفضلي. استفسار حضرتك بخصوص ايه؟ ازيك دكتوره؟ اهلا بيكي، اتفضلي. ازيكي حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي، اهلا بيكي. منوره، انا بشكرك جدا، ويعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. انا ربنا يبارك لك انت، يعني الدكتوره يعني ما شاء الله عليكي، يعني ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي، اتفضلي. متشكره ليكي ومنوره شاش حبيبتي. تسلمي، اتفضلي. في اي استفسار لحضرتك يا استاذه ابتسام؟ لا انا بشكرها بس ان الدكتوره ليها جزيل. بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك. نرجع بقى للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو الترجيع عند الاطفال. الترجيع ده زي ما قلنا يبقى خطر لو الطفل مش بيزيد في الوزن. تمام. وعلى طول بيرجع، لا يبقى نبدا ندور بقى، هل الطفل ده عنده حساسيه قلبان؟ هل الطفل ده عنده ارتجاع؟ لازم ابدا اتدخل بادويه اعمل الارتجاع ده، او ابدا اصحح اوضاع الطفل في الرضاعه. يعني ساعات الام بترضع وهي نايمه، بتقوم قلبها على طول كده يقوم رجع كل الرضع، فابدا انبه الام ازاي تتعاملي مع طفله وهو بيرضع، ازاي تنيميه على بطنه، ازاي تعملي 45 درجه، نعلمها شويه حاجات كده والدنيا. تمام. بتعدي يعني. تمام. طيب نيجي بقى لموضوع الامساك عند الاطفال. الامساك بقى ده مشكله كبيره جدا. ليه بقى؟ لان الام بتبقى مبسوطه ان طفلها بيتخن وبيزيد في الوزن، تمام. بتقعد ترضع
كميات كبيره جدا، خصوصا لو صناعي، يعني بنلاقيها اكتر مع المشاكل في اللبن الصناعي. فاللبن الصناعي بالذات بقى مش بنقول للام كل ما عاد ترضعيه، لا لازم تنظمي من 2 لـ3 ساعات تدي له رضعه، تعملي له رضعه. تمام. ولازم لو لقيت الطفل ماشي مش ماشي مع منحنى النمو بطريقه كبيره يبقى انت عندك مشكله. طيب. والطفل هيبقى عنده امساك وشيء. استاذ حضرتك ناخد اتصال من استاذ ضاحي. الو السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ ضاحي اتفضل. منور الله يشفيك يا استاذ. الله يكرمك تسلم. اه دفع للدكتوره معايا الطفل بنتي. الله يخليك يا دكتور منور والله. الله يخليك منوره بيك يا فندم اتفضل. اه دفع للدكتوره عندها معايا رضوى. تمام. آه عندها امساك. تمام. عندها امساك. عمرها قد ايه يا استاذ ضاحي؟ ولا تعالى بطلع على الكمون نقول انا هشربها. هو شربها الكمون حلو ولا الايه؟ معلش الايه عفوا، ممكن حضرتك تعيد تاني الكلام؟ يعني حلو معلش، ممكن حضرتك تقول تاني بس المشكله في ايه؟ عندها امساك وحاجه تعمل ايه؟ الكمون. الكمون او شربها كمون زين ولا ايه؟ كافور. كافور ولا كمون؟ ايوه ده زيت يعني. تمام. طب هي عمرها قد ايه؟ كمون. 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 تمام. عمرها قد ايه بقى؟ عندها حاجه تطول قد ايه؟ 10 اشهر. تمام. تمام. بنشكر اتصالك جدا يا استاذ ضاحي. الدكتوره هتجاوب حضرتك حالا. بنته دايما عندها امساك وعندها 10 شهور وهو بيقول ان هو بيحاول ان هو يقلل ده عن طريق الكمون. ده صحيح ولا خطا؟ لا هو يعني انا بس موضوع الامساك. تمام. زي ما قلنا لازم الام تنظم الماكولات اللي بتقدمها للطفل. تمام. 10 شهور دي اكيد كلت. طيب انت بتاكليها ايه؟ في طبعا بعض الاكلات بتبقى ممسكه حتى بنديها في الاسهال. نعم. زي مثلا البطاطس، المكرونه، الرز، كل الحاجات دي، الشاي ساعات بيدوا شاي للطفل، كل الحاجات دي بتعمل امساك للطفل. طب فاحنا لازم نبعد عن اللي هو بيقول عليه، يعني هو بيغلي الكمون وبيحطه في الرضعه. اه الكمون بيعمل بردك امساك. تمام. ليه؟ لان الكمون بيقلل تقلصات البطن فهو بيهدي البطن فبيعمل امساك. يعني هو ممكن لو هي عندها مشكله يريح. تمام. اه واضح ان في مشكله في طبيعه الاكل اللي بيقدم للطفله. الامساك علاجه ان احنا ننظم الوجبات بتاعه الطفل. نعم. لازم تبقى وجبه متكامله. 10 شهور ده انا ممكن اقدم فواكه. تمام. ففي فواكه بتبقى مسهله شويه زي مثلا الفراوله، البرتقان، الاستفانزي، الحاجات دي. تمام. ممكن نقدمها للطفل فالدنيا تبقى كويسه معاه. انما لو الطفل بيزيد في الوزن والنمو العقلي بتاعه كويس والامور ماشيه كويسه انا مش قلقانه من الامساك. تمام. ناخد اتصال من استاذ نورهان من الشرقيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ نورهان اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اكيد اتفضلي دكتوره سامع حضرتك. ايوه يا دكتوره، انا عندي بنتي عندها 5 شهور. تنصحيني اكلها ايه في العمر ده يعني؟ انت بدات تاكلي ولا لسه ما اكلتيش خالص؟ لا انا لسه ما اكلتش. تمام. هقول لك تاكليها ايه. تمام. نشكر اتصالك جدا يا استاذه نورهان. احنا دكتور عايزين برضو يعني نجاوب على استفسار الاستاذه نورهان. 5 شهور ونقول برضو كل المراحل العمريه، يعني 5 شهور ياكل قد ايه، 7 شهور ياكل الحقيقه إيه؟ يعني احنا كنا زمان بنقول لازم نرضع لغايه 6 شهور. تمام. هي الاكسكلوسيف بريست فيدنج، بعد قبل 6 شهور ما اكلش خالص. انما اخر كلام الاكاديميه الامريكيه قالت نرضع من ناكل من اول 4 شهور نبدا، بس ناكل دايما الاكل اللي شبه لبن الام. تمام. يعني دايما بقولها لبنك لونه ايه؟ ابيض مصفر كده. تمام. خليكي في الحاجات اللي شبه لبن لحد 6 شهور، لغايه 7 8 شهور. تمام. انا باكل الاكل اللي شبه لبن الام. بعد 8 شهور بقى ابدا احط الفراخ، احط لحمه، ابدا احط بقى حاجات مش شبه لبن الام. نعم. يعني ايه بقى الحاجات اللي شبه لبن الام اللي ممكن نبدا بيها؟ اول حاجه الحبوب. الحبوب اللي بتتباع في الصيدليه اللي هي السيريلز. تمام. مش هنقول اسماء بس هي معروفه، معروفة في الصيدليه. تمام. بنبدا بالرز، في منها مدعم بالحديد وفي منها مدعم بالالبان. يعني هم الحقيقه يعني الشركات عامله تنوع كبير جدا في السيريلز بالنسبه للاطفال. نعم. فهي دي اللي انصح كل الامهات انها تبدا بيها، ونبدا بالرز الاول وبعدين نبدا بالقمح عشان الحساسيه. تمام. تمام. ممكن البطاطس المسلوقه. احنا كل ده بنتكلم بعد قبل من اول 4 شهور. تمام. هنبدا ندوق الطفل لحد 8 شهور لغايه 7 8 شهور ابدا بقى ازود البروتين وازود الفواكه وكده. نعم. البطاطس المسلوقه، الجزر المسلوق، التفاح المسلوق، كل الحاجات دي ممتازه جدا وبتبقى سهله الهضم مع الطفل. ودايما بنصح الام برده ان انت جربي، يعني انت مش بقى وبعدين ما تجربيش كل الانواع في وقت واحد، في اسبوع واحد الاقيكي اديتي تفاح وبطاطس وكوسه طب انت لو حصل حساسيه او حصل مشكله مش هتبقي عارفه. نعم. الطفل ده عنده مشكله. نعم. كل اسبوع بنجرب اكله واحده ونشوف الطفل مستجيب والامور ماشيه كويسه، خلاص الاسبوع اللي بعده ابدا ازود حاجه تانية من الاكل.
تمام. طيب دكتور نجلاء، عايزين بقى في دقيقة كده يعني ايه نختم بمجموعة من الجولدن رولز بقى والنصايح كده الذهبية للأمهات. الجولدن رولز بالنسبة لنا، نعم، أول ما الطفل يتولد يتحط على صدرك على طول، تمام، بدون نقاش، في خلال الساعة الأولانية اللي هم 60 دقيقة الأولانية، أنت فقتي وبقيتي كويسة، الأم كده أو الخالة أو أي حد بنحط الطفل على صدر مامته على طول، ناخد لبن السرسوب، يبقى احنا كده زودنا المناعة 100% للطفل في الفترة الأولانية. نعم. بعد كده الرضاعة الطبيعية، ما تقلقيش وحاولي مرة واثنين وثلاثة، وعموما هي الأمومة مش حاجة سهلة، تمام، وربنا بيديكي ثواب كبير قوي على الأمومة دي، وبتربي في الآخر طفل إنسان بالغ، الجهاز العصبي بتاعه سليم، والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وكل حاجة بتبقى سليمة. نعم. فتعبي شوية في الأول هترتاحي بعد كده، تمام، خلاص. ما تستخدميش أي مأكولات جاهزة في السنتين الأولانيين على قد ما تقدري، اعملي الأكل في البيت على قد ما تقدري. نعم. يعني أنا مش عايزاك تشتري بسكوت من بره، مش عايزاك تشتري تشيبسي، الشيتوس، الحاجات دي الأطفال بتحبها الحقيقة، وفيها ألوان صناعية ومواد حافظة، فياريت الأم تعمل في البيت معظم مأكولات في السنتين الأولين على الأقل. يعني هو طبعا بعد كده مش بنقدر نتحكم فيهم، بيبقى موضوع صعب طبعا، جدا جدا، بس يعني على قد ما تقدري حاولي. رقم ثلاثة، خلي دايما الطفل في حضنك، بلاش الشغالات، بلاش الاستعانة بالحضن على قد ما تقدري. لو انت مصممة تنزلي الشغل او كده، يعني لو هتبقى فيه مثلا الجدة او الخالة او كده، بلاش، بالذات في الظروف اللي احنا فيها العدوى والكلام دي، على قد ما تقدري طفلك يبقى في حضنك في الفترة الاولانية برضه. تمام. ما تقلقيش من موضوع النوم الكتير زي ما قلنا في الاول. نعم. طالما انه بيكبر وانت دايما بتتابعي عند الدكتور وبتحط الطفل على منحنى النمو والدنيا ماشيه تمام، انا مش قلقانه خالص. تمام. يعني نقدر نقول يا دكتور ان سلامه الشخص الكبير من سلامته هو حديث الولاده. طبعا طبعا. نعم. وعلى فكره الرضاعه الطبيعيه، نعم، بتعمل اثار على الشاب، يعني حتى دلوقتي يقول لك النظر، النمو العصبي، النمو النفسي، كله بيأثر، كل فيما الحاجات بعد. دي تمام. من بتبدا من ساعه ولاده الطفل. نعم. بنشكر حضرتك جدا دكتوره نجلاء موسى، دكتوراه واستشاري طب الاطفال وحديث الولاده، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور ونورتينا، وعلى وعد من حضرتك بلقاءات اخرى، لان يعني موضوع الله. الاطفال وحديث الولاده من المواضيع اللي هي المهمه جدا والناس بتهتم بيها جدا فعلا. فان شاء الله نستفيد من حضرتك دايما ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا لحضرتك. لذلك بتوجه بالشكر للسادة المشاهدين، أتمنى نكون قدرنا نفيدكم. كان معاكم محمد حمدي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.